بيجي عليا ايام الجيران كان بيقولوا لي تعالي اقعد في بيتنا على النطره، فكنت سواعي كنت بنقل عيلي من النطره. يعني الحمد لله نحمد ربنا، انا بشكر كل وقت كل دقيقه بقول الحمد لله نحمد ربنا. كنت نفسي ان انا اعمل لما اغزو، كنت نفسي اعمل قطر حمام مش مكان اقعد فيه. كان بيجي على نظف النجاز ما بيشتغلش، كان سواء بيقعد بالشهر او بالتلاتة. كنت بطلع السلم في الجيران عشان يصرف، كنت بقول يا رب يا رب قويني وحد وربنا يقويني واروح من بيتي زي ما الناس ما قاعدة. الحمد لله كنت بروح بيوت بقول يا رب اعمل حتى اوضة اقعد فيها انا وعيالي. الحمد ربنا الحمد لله الحمد لله الحمد ربنا. انا كنتش متوقع ان بيتي يبقى كده، انا بقى فرحانه ساعه بالي قاعدين كده وساعه بيقعدوا كمان في البرنده ابقى فرحانه اكتر. ده كل ما بسمه تتكلم تقول لي يا ماما الحمام الحنفيه، ساعه تدخل تفتح الحنفيه تقول لي يا ماما الحنفيه شغال. الله اقول لهم ربنا يصلح حالكم ويبارك لكم، واشكر كل واحد ساهم معاهم في البلد دي ده، والله يصلح حالهم ويبارك لهم.